بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعلنت هيئة السكة الحديد عن توقف مسير بعض القطارات وإلغاء البعض وتأخير وتبكير بعض المسارات لبعض القطارات، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 12/7/2021، يعني 12 الشهر الجاري، لتحديث أنظمة الإشارات وفك الارتباط وتجديد السكة على أن تعود هذه القطارات إلى المسار الطبيعي بعد الأعمال المطلوبة والتطوير. توقف القطارات على خط المنصورة والقاهرة والعكس على قطارات رقم 1916 و 1917، وإيقاف قطار الإسكندرية القاهرة والعكس القطار رقم 1133 و 1132، وإيقاف قطار بورسعيد القاهرة والعكس رقم 1142 و 1143، وإيقاف قطار شبين القناطر و 23 يوليو وأسوان السد العالي والعكس، وتبكير بعض مواعيد القطارات، وهي كما أمامكم القطار رقم 921 وقطار 21 وقطار 934 وقطار 962 وقطار 923 وقطار 915 وقطار 957 وقطار 1915 وقطار 27 وقطار 518 وقطار 920 وقطار 128 وقطار 264 وقطار 262، وكما وضح قدامكم اهو. كما قررت الهيئة تغيير مسارات بعض القطارات، قطار 28 هيكون خطه اسكندرية طنطا منوف القاهرة بدلا من اسكندرية طنطا القاهرة. قطار 430 هيطلع من المنصورة الزقازيق شبين القناطر القاهرة بدلا من المنصورة والزقازيق وبنها والقاهرة على الخط الطوالي. واعتبارا من 17/7/2021 يتم تبكير ميعاد قطار 936 عشان يقوم الساعة 5:40 بدلا من الساعة 6، وفيما يلي الجدول بالمواعيد ومحطات التوقف بعد التعديل. تعديل برضو في قطار 923 مكيف القاهرة اسكندرية، هيقوم من القاهرة الساعة 6 وهيوصل اسكندرية الساعة 10:15. وقطار 915 مكيف القاهرة الإسكندرية هيقوم من القاهرة الساعة 3:30 و5 وهيوصل إسكندرية الساعة 7:15 ل5. تعديل مواعيد بعض القطارات بسبب أعمال التجديدات التي تجريها الهيئة بالخطوط، فقطار 962 محسن بورسعيد القاهرة هيقوم من بورسعيد الساعة 6:30 و5 وهيوصل القاهرة الساعة 11:10، وقطار 264 مميز ركاب الإسماعيلية الزقازيق هيقوم من الإسماعيلية الساعة 8:15 وهيوصل الزقازيق الساعة 10:10. تعديل مواعيد بعض القطارات، قطار سياحي اسكندرية المنصورة هيقوم من اسكندرية الساعة 9:30 وهيوصل المنصورة الساعة 12:05. قطار مكيف 920 اسكندرية طنطا هيقوم من اسكندرية الساعة 10 وهيوصل طنطا الساعة 11:12 ل5. قطار 36 مميز اسكندرية طنطا هيطلع من اسكندرية الساعة 9:30 وهيوصل طنطا الساعة 12:00 إلا تلت.
قطار مميز 128 اسكندرية إتاي بارود، هيطلع من اسكندرية الساعة 10:30 و5، وهيوصل إتاي بارود الساعة 12:05. تعديل مواعيد قطارات القاهرة اسكندرية، قطار 21 مميز هيقوم من القاهرة الساعة 3:10 وهيوصل اسكندرية الساعة 7:15، وقطار 23 مميز القاهرة اسكندرية هيقوم من القاهرة الساعة 5:15 وهيوصل اسكندرية الساعة 9:15. قطار 921 مكيف القاهرة اسكندرية هيقوم من القاهرة الساعة 4:10 وهيوصل اسكندرية الساعة 7:15، وقطار 934 مكيف اسكندرية الأقصر هيقوم من الاسكندرية الساعة 9:10، هيوصل القاهرة الساعة 12 بالليل مساء، وهيطلع على الأقصر الساعة 11 إن شاء الله، هيوصل الأقصر الساعة 11 الصبح. قطار 262 ركاب الزقازيق بنها هيطلع من الزقازيق الساعة 10:05 وهيوصل بنها الساعة 11:05. قطار مميز المنصورة الزقازيق هيطلع من المنصورة الساعة 7:08 آسف، وهيوصل القاهرة الساعة 11:30 إن شاء الله. قطار 936 مكيف طنطا القاهرة هيقوم من طنطا الساعة 6:45 وهيوصل القاهرة الساعة 7:05. قطار 1915 سياحي القاهرة المنصورة هيطلع من القاهرة الساعة 5 وهيوصل المنصورة إن شاء الله الساعة 7:15. وقطار 957 سياحي القاهرة الزقازيق هيطلع من القاهرة الساعة 4:15 وهيوصل الزقازيق الساعة 5:30 إلى 5. وإن شاء الله هنعمل فيديوهات لكل قطار بالمواعيد مرورا بالمحطات اللي هيقف فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.